السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من قناة شهوات جميلة. اليوم إن شاء الله غادي ناخدكم معايا لمؤسسة رحاب المرأة للرئيسة ديالها هي الحاجة هيام بن عيسى تريتور وممونة حفلات. سبق لنا وسجلنا معها طريقتها في التحضير للرفيسة بريستيج، وهي وعدتني أنها غتقاسم معنا أطباق أخرى للمناسبات، وأنا كنشكرها بزاف حيث وفات بالوعد وعيطات لي باش نسجل طريقتها في التحضير للحوالة مشويين اللي كيرافقوا البساطل، وكذلك طريقتها في التحضير للغارنيتور اللي كترافق الحوالة مشويين بالتفصيل. فإن شاء الله غادي نسجل لكم كل التفاصيل بهذه المناسبة كيف كتطلبوا مني دائما. كنتمنى أن الفيديو ما يكونش طويل، ونخليكم دابا مع التحضيرات. مرات فاش كنحطوا البساطيل ولا فاش كنحطوا الدجاج ولا اللحم ولا هكا، السيده اللي عندها المناسبه بغات كلشي دوغي، تيم دوغي لو تيم ديالها كله دوغي. دونك البلاطوات نتاع لي سيرفيس ها همايا السونتر دو طابو، ها همايا تيجيو سونتر دو طابو. دوري لينا الحاجه نشوفو مزيان الشكل ديالو غزال تبارك الله. الله يسلمك. غيكون في قلب كل طبله، في قلب كل طبله غيكون فيها واحد بيان سور. البراد كلهم كاينين دوغي، البراد كلهم دوغي، مجرد انها بغات تحط لي فوكشات ولا النواس وكل شيء دوغي. ديما كتسولونا البنات على لي ديتاي، كتبغيو تشوفوا داكشي بالتفصيل. هنا اليوم ان شاء الله غتورينا الحاجه داكشي اللي غتخدم به. هادو الفراشات، الفراشات هادو المواس، هادو المواس هنايا كيحكموا، وهاد لي براسلي غادي نصوبو لها في السرابت. هادو لي زاتا سيرفيس، نشوف شي وحده الحاجه. ها هما دا شكلهم غزال حتى هما. شوف ديك النقيشه اللي فيهم، ها هي ديال عجبتني النقيشه. هادو الكيسان ديال العصير فاش غندوزو لي كاطي سواري اي لي جو، زوقتهم بدله. ماشي هادو ديال داك النهار بانت لي مغيره، لا هادو لي جو نورمالمون لي جو كنديرها في الكيسان بويض، مي هادي غادي ندير ليها لي جو في الكيسان دوغي والمونادا في لي فيغ دوغي. ان شاء الله غتشوفيهم. هاد السيرفيس ها هو تبدل على ديال ديك المرة اللي حضرتي معاه معنا في الرفيسة، هذا تا هو شكل آخر. فوالا سيرفيس نتاع القهوة. بانوا لي لي طاس ديال القهوة غزالين، أنا شفتهم قبيلة عجبوني. السيرفيس نتاع القهوة بما أن هي خدامة في بغات كلشي دوغي، دونك حتى هادشي حتى هو غادي نديه لها إن شاء الله. هذا البواكات لينكس اللي كنديرو حنايا في الطابل عوض باش نعملو لي لانجيت، كنديرو كلينكس وكنديرو معاها القرعة ديال البارفان. زوينين هاد المراش. البنت كتاخد البارفان، كتاخد القرعة ديال البارفان ولا السربايا، كتعطيها البابي موشوار، كتمسح يديها وكتعطر، كتحيد منها حتى ريحة الحوت. ريحة سيغتو كاين بساطة الحوت مع ريحة اللحم ديال الشوا وداكشي، ولا لي ليغيوم ولا كلشي، تا الصالون أولا القاعة اللي فيها أولا لابارتي اللي فيها الناس تتولي شوية دايرة، محيد منها داك لاغ ديال الماكلة. هادو طبعا ديال الخبز، نتاع الخبز هادو الكاب ديال الخبز. خلاص لي بلاطو ديال الشواء راني ما كنعملش اللحم ديريكتوم منو. قلتي لنا كاينين دي بلا بيضين كتعملي فيهم عاد كتحطي في البلاطو، فوالا شفناهم ديك المره. كنتي اللي حطيتي فيهم حتى الديسير. وي هما هادو عقلت عليهم. والبراغات حتى هما دوغي، دونك هاد الطباط البيضين هما اللي كتحط في قلب هاد البلاطو ديال الشوا. غادي تشوفوا ان شاء الله ملي نكونوا كندريسيو ان شاء الله غادي يبان لكم. كيف غادي تلاحظوا، فانا رافقت للمره الثانيه الحاجه هيام بن عيسى للدار ديال المناسبه باش نصور لكم دريساج ديال لي طابل، لانكم طلبتوا هاد المساله بالحاح. طلبتم مني انني الى جانب طريقة تحضير الاطباق المناسبات نركز كذلك على الاواني المستعملة في هذا النوع ديال المناسبات، فنتمنى من ان الاخوات اللي طلبوا هذا الطلب يستافدوا من هذا الفيديو. فكيف خبرتنا الحاجة هيام بن عيسى
السيده طلبت ان التيم يكون دوغي، فجميع الاطباق الكيسان سونتر دو تابل بواط ديال البابي موشوار المعالق الفراشات الرشمال اللي كاينه في الناب كلهم عندهم علاقه بالدوغي. المفاجأة اللي كانت بالنسبة لي هو أن الدار اللي كانت فيها هذه المناسبة هي دار واحد السيدة من المتتبعات ديال القناة ديالي، وكانت كتمنى أنها تشوفني وتلاقى بيا، لذلك لحات الحاجة ويان بن عيسى أنني نرافقها لهذه المناسبة، وكانت واحد المفاجأة جد سعيدة بالنسبة لي أنني التقي بهذه السيدة اللي من أطيب خلق الله، إنسانة طيبة خلوقة كريمة، كنحييها من هذا المنبر هي والحضور اللي كان يوم المناسبة واللي الأغلب ديالهم من متتبعات القناة، فأنا كنوجه لهم واحد تحية كبيرة بزاف. ودابا بعد ما تعرفنا مع بعض على دريساج ديال لي طابل غادي نرجع بكم للدار ديال الحاجة هيام بن عيسى باش نتعرفوا على طريقتها في التحضير للحواله مشويين اللي غترافقهم بكوكلي، وكذلك الكارنيتور اللي عباره على خضر محشيه غادا ترافق بهم هاد الحواله مشويين. دونك خلطتي هاد التوابل مع الزبده؟ دوبت شويه الزبده مع الزيت اها، ودرت فيها الهريسه وعملت فيها شويه ديال الريزه عملت شويه ديال الابزار القزبر اليابس ومليحه اللي خلطتهم كاملين دهنتهم بالخدان ومن اللور حتى من الداخل حتى من الداخل. قلت لك ملي كنديرو حنايا هاد لامارينات هكذا كيجي اللحم لذيذ بنين، ماشي اللحم الا شميتي ريحه الحواله ملي تيطيبو كتكون فيهم واحد الرائحه ديال اللحم كتكون الشيمات راه كتجي كتعطي شويه ديال لاكغريس الكبش ملي تيكون فيه التشوى الشحمه ديال الكلوه وي هادي كتخرج اناس. بالنسبه للكوكلي شنو عملتي فيه؟ بالنسبه للكوكلي بانت لي كل وحده مقسومه على جوج فوالا كنعملو مليحه بزيره لاموتارد شويه الثوم والقزبر ومعدنوس مليحه بزيره لاموتارد وشويه الثوم والقزبر والمعدنوس وكنديروا الماء والخرقو معرق وكنديروا الماء حتى تنبغيو نغسلو من الفران عاد كنزيدو عليه شويه ديال الزيت هكذاك صافي. هادي هادو تاهما غيمشيو يتشواو في الفرن ان شاء الله مع الوساطول ومع الكباش ان شاء الله غيبداو في الكارنيتور ديال اللي غادي يمشي مع الحولي مشوي. هذه القرعه دابا تيخويو فيها غادي تعمرها بالقلب ديال القرعانيس بالقلب ديال البوتنجان او بغوز وتيكون فيها طريفات نتاع لاداند او دجاج تنصوطيو كل شيء ونعمروهم ومن بعد كندخلوهم للفرن ان شاء الله وكنديرو فوق منهم الفرماج غاطي هكذا كيمشيو مع الحولي ان شاء الله. غنشوفو هادشي الحاجة بن عيسى بيان سور غادي تشوفي كل شيء هادشي غادي تشوفيه ان شاء الله. بالنسبة لكارنيتور اللي غنديرو مع الشوا القرعة تنخويوها هنا ياك وبدنجان تنقسموه على جوج اها تا هو كتخويه وكنخويوه كنجمعو القلب ديالو القلب ديال القرعة وديال البنجان مع القلب ديال البوتنجان كنطحنوه قطعي رقيق كيتقطع رقيق لأن غادي نصوطيوه في المقلة مع مليحة بزيرة شوية ديال التومة شوية زيت العود ما تنعملوش الزبده وما تنعملوش الزيت ملح والبزار وشويه سكينجبير وشويه ديال الثومه شويه ديال زيت العود والا بغينا تكون حاره شويه راه كنزيدو فيها شويه ديال الهريسه. بعد ما تبخرات القرعه مزيان دارتها في واحد الشبكه اولا كسكاس وقلباتها على الفم ديالها باش تقطر مزيان من الماء عاد غادي تعمل ليها الكارنيتور. الحاجه كتقسم دابا الفلفله الصفراء وكاينه حتى الفلفله الحمراء كل وحده كتقسمها على جوج كتزول ليها الزريعه غادا تعمليها ياك في الكسكاس حتى هي طيح واحد شويه غير واحد شويه غطيح في الكسكاس باش تعمرها بنفس الحشوه اللي عمرات بها القرعه وعمرات بها بودنجان. الفلفله في الكسكاس ياك ما فيش
هذا خيزو كيتسلق حتى هو. البخار هذا الشوفلور حتى هو كيتبخر. صافي هنايا كتصوطي هذوك اللي غتعمر به القلب ديال البوتنجال والقرعه الخضراء والفلفله، وهذا كتصوطيهم كيف ما قالت لكم الحاجه هيام. من بعد غتزيد عليهم الرز ياك، غتزيد عليهم الرز بعد ما تسلقوا تقطروا مزيان. كتزيدي الرز على ديك العماره ديال القرعه والبوتنجال و عطوني شويه الخرقوم سميه شويه باش يعطيني خرقوم بلدي. خرقوم بلدي هاني الهريسه معاك لا نمشي عندنا خارج نفطر. ها لا هنا واحد شويه شويه ديال الهريسه شويه زدتها غير على قبل الرز باش يتلدد ديك السباتول ديال العود البنات. تنحك الفرماج اللحو معاه ونخلطو معاه صوا حتى كنعمر القرعه ونقادها ونصوبها، عاد كنحط فوق النطيف ديال الفرماج اولا ملي كنعمر البوتنجال. زدتي الحاجه البزار ياك سميه البزار، واليوم غادي نزيد فيها شويه الحامض مصير. اليوم ما كنديروش ولكن اليوم غنعمل الحامض مصير مقطع طريفات، مقطع طريفات صغيور يعني غادي يلددها غيجي زوين. اذا غادي تزيد فقط القشره ديال الحامض مصير، غادي تقطعها رقيق بزاف وغتزيدها على هاد الكارنيتور اللي هي عباره على القلب ديال البوتنجال والقلب ديال القرعه اللي زادت عليها الرز وباقي التوابل كيف ما شفتوا. انا شفت بان زادت عليها قطع يا اما ديال صدر الدجاج اولا ديال لادانت رقاق شرملتهم حتى هما بوحديتهم وزادتهم، غتخبرنا بهذا الشيء سميرة. اذا هذه الحشوه اللي غتحشي بها الدنجال والفلفله والقرعه اللي شفناهم تبخروا، هذه الكارنيتور اللي غتعمر بها. فانا شفت بان سميره زدتي عليها واحد الطريفات ديال لادان ديك. زدت عليها طريفات ديال لادان مشحرين. كيفاش شحرتيهم شنو عملتي فيهم؟ شحرتهم درت في المقيله درت قطعتيه رقيق ياك؟ رقيق اها رقيق زدت فيه درت فيه الزيت الملحه البزار الهريسه الثومه وشحرتهم. دونك سمعتوا خدات الهبره ديال لادان قطعتها رقيق شحرتها بشويه ديال الزيت والهريسه والملح والابزار والثومه وشحرتهم مزيان وزادتهم لهاد الحشوه هما باش غادي تعمر الفلفله يعني الخضر كلهم اللي غادي يمشيو مرافقين اللي تبخروا اللي غيمشيو مرافقين الحولي مشوي، يعني الفلفله والدنجال القرعه ياك هادو هما اللي غادي يعمروا بها. كيف ما درنا القرعه راه حنا صهرناها واحد شويه باش كتولي ماليابل وان شاء الله ملي نبغيو نبداو ندريسيو كندخلوها للفران طيب، كنحطو عليها الفرماج من الفوق وندخلوها للفران طيب. نفس الطريقه تعمليها مع الدنجال مع البوتنجال ومع الفلفله حتى هي يا حتى رويه تاع البوتنجال. هذا طريف تاع هذا النص ديال البوتنجال صغيره بعد ما تبخرته هو يا نص طيبه نفس الطريقه عملاتها مع الدنجال بعد ما هو تبخر وطاب نص طيبه. كلهم غادي يتستفوا في اللاطه ان شاء الله وتعملوا الفرماج وغادي نعملوا الفرماج ان شاء الله. اذا حتى هادو غيترشوا بالفرماج وغيدخلوا للفرن يتحمر لهم الوجه واحد شويه ويدوب الفرماج بحالهم بحال القرعه الخضراء. اذا غادا تسوط حتى القرعه الدايره هذه اللي تبخرات هنا زيت العود والابزار والملح وشويه ديال الهريسه وشويه ديال الثوم بودره وغادي ترمي القرعه اللي متبخرات ولكن كتكون باقا قابطه في راسها ما كتبخرش بزاف وغادي تصوطها في هاد الزيت مع هاد التوابل وفي اخر لحظه غادي تزيد القزبر والمعدنوس مفرومين. خ
الحيزو بنفس الطريقه، زيت العود، شويه ديال الملح والابزار التوم بودره، وشويه ديال الهريسه، ومن بعد حتى الاخر وغتزيد شويه ديال القزبر والمعدنوس مفرومين. القرعه الخضراء بعد ما سوطاتها وزدت عليها القزبر والمعدنوس، خيزو حتى هو ها هو زدت عليه القزبر والمعدنوس، البطاطا الصغيره اللي تسلقات وتقشرات حتى هي غادا تسوطيها بنفس الطريقه، زيت الزيتون، الملح والابزار، والثوم بودره، شويه ديال الهريسه، وغادي تعملها فوق النار تسوطه. عملتها فوق النار تسوطه، وفي الاخير غادا تزيد القزبر والمعدنوس مفرومين. البطاطا زدت عليها القزبر والمعدنوس حتى هي. القرعة الصغيرة اللي عامرة غادا تعمل فلاطة ديال الفرن، وغادا تدخل الفران، وفي آخر لحظة غترش بشوية ديال الفروماج وترجع شوية للفران باش يعملوها ضمن الكارنيتير ديال الحوالة. دابا حتى اللوبيا تا هي راه مسلوقة نص سلقة، غادا دير ليها بودرة الثوم، الملح، الإبزار، زيت العود، وغادا تسوطيهم حتى هما، وفي الاخر غتزيد عليهم القزبر والمعدنوس. صافي دابا كاع الخضر اللي غادي نمشيو مع الحولي مشوي وجدوا، بقى غير الشيفلور هذاك غادي تسمعك بحال الزعلوك، حتى هو غنشوفو كيفاش غادي يعملوا له. اللوبيا بعد ما زادت لها القزبر والمعدنوس، اذا في هذا الشيء كامل القرعه، هذه القرعه اللي دايره، القرعه الاخرى راه دخلت للفرن. هذا الشيفلور بعد ما بخرته سميره غادا تشرملو، دابا اش غديري له سميره؟ اول حاجه غندير ثومه ثوم بودره، غندير ديال الهريسه، بزار، فلفل اسود، الملح، الخل ديجا درتو؟ ديجا درتي الخل؟ درت الخل ديجا، كانت عامله شويه ديال الخل، غتزيد عصير الحامض، قشره ديال الحامض، هذه القشره ما فيهاش القلب ديالها، هذا غير القشره ديال الحامض مقطع رقيق، شويه ديال الكمون، والكمون، والزيت الفلفل، الزيت العادية ولا زيت الزيتون؟ الزيت العادية. والزيت العادية غتمعكي بحال الزعلوك ياك؟ أنا غندير بحال الزعلوك. صافي، وغادي تشحرو وغادي تمعكو حتى يولي بحال الزعلوك. هذا غيمشي مع الكارنيتير ديال الحولي مشوية ياك سميرة؟ هذا مع الكارنيتير ديال الحولي مشوي. يلا غادا زدتي سميرة الفلفل الأحمر ياك؟ التحميرة. دونك زادت التحميرة صافي، وغادا تشرملو. اذا باقي التحضيرات والتقديم غنتعرفوا عليه ان شاء الله في الفيديو المقبل باذن الله. هادشي كامل باش ما يجيناش الفيديو طويل، وباش نقدر نلبي الرغبه ديالكم انني نصور لكم جميع المراحل بالتفصيل. فإلى عجبكم الفيديو ديال اليوم عملوا له لايك وبارطاج في مواقعكم الاجتماعيه، ما تنساوش تشاركوا هاد المناسبه مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده. إلى عندكم أي ملاحظة أو استفسار أو اقتراح خليه لي أسفل الفيديو بخانة التعليقات. أستودعكم الله أحبتي في الله، وإلى حلقة قادمة بإذن الله.